السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندك لكم موضوع خاص اللي عندهم القناة على اليوتيوب. كما تعرفوا هذا العام اليوتيوب دار قانون صارم اللي هو تخصيص القناة، وكما تعرفوا الآن أي واحد يبغى يوضع فيديو يطلب منك اليوتيوب تخصيص الفيديو للأطفال. بكري كنا نحط الفيديو بدون ما يحدد، بدون ما تحدي الفيديو اللي كان مخصص للأطفال أم لا. فأنا حبيت نجيب لكم فكرة بسيطة، هي عبر الهاتف تقدري تحدي القناة إلى كائنات القناة ديالك مخصصة للأطفال أم لا عبر استديو يوتيوب. ندخلوا هنايا كما راكم تشوفوا استديو يوتيوب، كما تعرفون ندخلوا هنايا، هنا كاين لوحة المفاتيح بجنبها ثلاث أشرطة، ندخلوا هنايا في هاد الأشرطة، ندخلوا الفيديوهات. كي ندخلوا الفيديوهات يطلعوا يخرجوا لنا الفيديوهات الخاصين بالقناة. أنا صراحة سبق وحددت القناة، يعني ترجعي لآخر فيديو أو أول فيديو حطيتي على القناة وتدخلي. كما باغية نوريكي من ندخلوا لهذا الفيديو، ندخلوا هاك أي فيديو تضغطي عليه، تصيبي هنا واحد القلم تضغطي عليه، غادي تلقي معلومات أساسية وإعدادات متقدمة. ندخلوا الإعدادات المتقدمة، تلقاي هنا جمهور كما راكي تشوفي. إذا كنتي أول خطرة تدخلي غادي تصيبي هنايا هذا الفيديو غير مخصص، غادي تضغطي هنا على هذا المثلث وتلقاي نعم الفيديو مخصص للأطفال، لا الفيديو ليس مخصص للأطفال. تضغطي على الاختيار اللي قناتك موجهة إليه، أنا يضغط لا الفيديو ليس مخصص للأطفال، وتضغطي على حفظ هنايا في الفوق تجدين حفظ، غادي يتحفظ لك. أنا كان سبق ودرت هذا الإجراء فما غاديش تعاود تخرج لي حفظ. حبيت نوصل لكم الفكرة وتعاودي تخرجي وتدخلي نفس الطريقة الفيديو الثاني، نوريكم مرة ثانية، ونضغطوا على هذا القلم معلومات أساسية إعدادات متقدمة، وهكذا ندخلوا إعدادات متقدمة الجمهور، نضغطوا على هذا المثلث الصغير جدا وتلقاي التخصص تاع القناة مخصصة للأطفال ليس مخصصة للأطفال. نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يفيدكم إن شاء الله. إذا كان عندكم أي سؤال ما تنسوش تخلوه ليا، وإن شاء الله كما تعرفوا أي حاجة تفيدكم إن شاء الله تسيبوها عندي في قناتي. إلى فيديو آخر إن شاء الله، إلى اللقاء إن شاء الله.